قوتني فضلان مالي مالي ومال السعد ما سبق مليليا مليا مليا مليا. كمال مسعودي مرحبا بك ومرحبا بالجماعة. نظن هذو كل أصدقاء يعني الأصدقاء تاعك اللي جبتهم هنا وحتى من الإخوة تاع الموسيقيين حتى هما أصدقاء ليك ويعرفوك يعني أقرب من الناس اللي يشوفوك يعني غير في التلفزيون ولا. فهذه فرصة لنا باش نتكلموا مع بعض وتحكي لنا شوية واش خارج الأغنية كيفاش كمان سعودي كمان سعودي دائما ما يضحكش كمان سعودي يعني يغني في الغراميات يعني الحاجات هذه الجميلة الأحاسيس والمشاعر وكذا. فراك تستعين بالجماعة وتحكي لنا شوية على نظن نبداو نهضروا اذا حبيت على المشاريع تاعك. على بالي بلي راك سجلت درت تسجيلات وكاين اغاني جديده وكاين والاخوان اللي معك كان يكون على بالهم يعني فكلمنا على الاغاني. على على كل حال السلام عليكم وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. على كل حال يا كمال مسعودي الناس قاعد تعرفوا تسمى شعبي بوبيلار او اللي ما يعرفوش في الشاشه يعرفوا في الطريق يعني يعرفوا في الحومه يعرفوا برضو. وانا جاب لي ربي تسمى باش بنادم يتحدث على نفسه دو بريفيرونس تسمى كاين هنا ناس وما يقدروا يحكي لك عليا يعني حتى شو بنادم قد ما يهدر على روحه تسمى شغل يعني راه يزيد روحه شي عاوشه فوالا. الوغ انا هذه الكلمه ديالي نخليها المساغر اللي راهم هنايا جبتهم بالعاني باش يهضروا في بلاصتي خاطرش ما نقدرش نهضر بزاف وقد ما نوصف على روحي بالك قليل ولا كثير ولا. وكمان سعودي معروف يعني في الاغنيه الشعبيه وكذا وانا يعني والالبوم الجديد هذا راه خرج هاد الايامات وهذا ما كان ان شاء الله يكون ناجح ان شاء الله يكون ناجح على كل حال. نمروا للخارج الاغنيه يعني ندخلوا في التفاصيل اذا حبيت. وانا حبيت نتكلم مع الاخ برك يقدم روحه هو يتكلم لنا شويه على كمال سعودي. وعليكم السلام. تكلم لنا على كمال سعودي كيفاش يعني في الدار كيفاش يدير كيفاش يشرب القهوه تاعو ولا كان يشرب قهوه ولا كان يشرب شاي ولا كان كيفاش يعني معاكم كيفاش الصداقه اللي بيناتكم كيفاش. ماشي يوسف صدير كمال انا نعرفو دون طون هي حكايه قديمه على هذيك اللي هو مسلوب بزاف بسونتيمونتال هذه اون كيك سوت سا توجور لي كروند ستار اكشوالمون كيما ناخذوا ليكزومبل تاع خوليو اللي خوليو دون طون لا لا لازم برمي الكارطه دركا كمال صدير بور دوني ان اكزومبل كي دو تاي. نعرف كمال انا دون طون اللي صدير كان فوتبولور يحب يلعب فوتبول في الحومه وكذا ما كانش ليه الحظ باش زعما يدير ان كارير باش يكون في الفيديو ويسمعوا دونك شغل خوليو زمان على حسب ما يحكوا قال لك تمرمدوا هو جول وكذا راه في غازون راه وكذا ومن بعد شعلت له الشمعه وراح للموسيقى ولات حاجه عالميه ولا الشعب كاع عرفت كيفاه سي دوفني كالكان دو سوبر ستار